مرحبا ويا هلا وسهلا فيكم في قناتي، معاكم وليد. واليوم عندنا منتج جديد من ادوات المطبخ، عندنا جدر اللوج. يعتبر هذا الجدر من جذور حديد الزهر اللي هو الكاستاين، ويعتبر منافس رئيسي للجذور الفرنسية الكروسيت وجذور التركية اللافا. وهذا الجدر هي منه ألوان مختلفة مثل ما انتم شايفين، وهم أحجام مختلفة بين 4 لتر إلى 7 لتر. مو بس بالألوان والأحجام مختلف، هم في أشكال ثانية. أشكال ثانية مثل الجدر المسطح هذا، أنا طبعا اخترت حجم 6 كوارت أو تقريبا 6 لتر. خلونا نفتح الجدر مع بعض ونشوف شنو اللي داخل. افتح البوكس ونشوف. عندنا أول شيء هي الغطاء، وهي معاه كتيب إرشادات، وأعتقد هذه الكفالة. نشيل هذا، طبعا هذا هو الجدر، ويجي معاه حمايات الغطاء، ثمان حمايات. ما في شيء ثاني داخل. طبعا هذول حمايات الغطاء يستخدمونهم فقط للتخزين، ما ينحطون بالطباخ. نستخدم هذه الرابلات الحماية علشان لا يطيح الغطاء من الجدر وينكسر. شنو اللي لا ينكسر؟ الأنابل، التربيس اللي داخل. شنو فائدة الحماية هذول؟ أهم شيء هذا الحديد الزهر ملبس بأنامل، فهذا الأنامل أساس لا يطق الحديد بالحديد وينكسر، يحطون له الربلات هذه يمتص ضربات الجدر. أول شيء من مميزات هذا الجدر أنه ممكن تستخدمه على الجولة وبالفرن، وحسب إرشادات الكرتون تقدر تستخدمه على جولة كهرباء، جولة غاز، جولة زجاج، إندكشن، فرن، حتى إذا تبي تحطه بالثلاجة تقدر تحطه بالثلاجة. وميزة ثانية أيضا بهذا الجدر أن الأكل فيه ما يلزق، وهذا الجدر ايضا يعتبر انه صحي، مو مثل التفلون في مواد كيماوية. هذا مصنوع من حديد الزهر بس، مو مثل باقي المواعين يتحمل درجة حرارة عالية. ومثل ما انتم شايفين على الكرتون يتحمل درجة حرارة 500
فارنهايت، يعني 260 درجة مئوية. من أحسن الأكلات اللي نقدر نطبخها بهذا الجدر المرقة وشوربة. مثل ما أنتم شايفين فعلاً الجدر مصنوع من حديد الزهر لكنه ملبس ما يصدق. وهذا الجدر يعمر معاك سنين. جدر يتورث يقعد مئات السنين حسب أقوال الشركة المصنعة. إذا في أكلة بخاطركم نجرب نسويها بهذا الجدر كتبوا لي تحت بالكومنت شنو ودكم تشوفون. الشغلة الوحيدة اللي زعلتني بهذا الجدر إنه صناعة صينية، مع أن لوج شركة أمريكية وأغلب الكاست آيرن سكيلت ملوتها صناعة أمريكية، بس هذا صيني. إذا في عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تتركونه تحت بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة، ونشوفكم إن شاء الله على خير بالفيديو الجاي.